السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف. النهارده جانا تاني منطقة امبابة وكل حبايبنا في امبابة، معانا اخونا محمود بيسا، وان شاء الله بامر الله احنا هنفرجكم على مجموعة طلع زيادات لغرض البيع. اللي محتاج اي فرد حمام اللي هيتعرض في الكاميرا يقدر يتواصل معانا ويكلمنا، الرقم موجود. ممكن لو حد محتاج المجموعة كلها برضك مفيش مشكلة، بيبقى ليها عرض خاص بيها للي عايز المجموعة كلها. هنتفرج على فرد فرد في بابه، في حمام هنفرجه في ايدينا، وان شاء الله بامر الله يبقى فيديو لذيذ وصغير، ما بقاش كبير علشان ما نخلصكوش الباقة. الله محمود، وان شاء الله بامر الله فيديو يعجبكم، ويلا بينا نتفرج على الحمام. بسم الله ما شاء الله. دول كده يا جماعه اول قص بولي اسود معانا، قص شغال وربنا يا رب يبارك اللي نصيب فيهم يعني. بسم الله ما شاء الله. نفرقوا على قص قص كده، ده كان اول قص معانا يا جماعه. دول كده تاني قص معانا، قص شربندوات الحام كله شغال حوده. اه بفضل ربنا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كلهم حام صغير. اه بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك. وكل اتفرج على الفيديو يا جماعه اقول بسم الله ما شاء الله، ده حمامكم يعني. دول بسم الله ما شاء الله برضك قص شربندو. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الانتاج بتاعهم برضو موجود، شبابات وزغاليل وعام كبير. تمام. بسم الله ما شاء الله. مثال القعده دي يا جماعه والدكر اهو لسه محصيه. بسم الله ما شاء الله. بس كده. دول قص تالت اهم يا جماعه، الدكر اعور لكن مش مقصر عليه تماما، بيعمر الحصويتين والنتيجة بتاعته واقفة على الطاجن يعني. بص بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للبيع وللمشتري. دول قص بول اسود. الدكر قاعد على الحصى اهو. ونتاعي بص بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. دول برضك يا جماعه قص اهو، دكر قبل اسود ونتاعي فرويايه كده حبيبي. بسم الله ما شاء الله يعني. حام كله زي ما انتوا شايفين كده، في حام كده محصي قاعد على حصى، حام كله صغير لسه. بسم الله ما شاء الله. دول برضك قص شربنادي. الحمد لله محمود يخرج اسوس. ها يعني افضل. اه تمام. لو عاوز نتايه ماشي، نتايه واحده اتنين مش اه عشان الديكوره برضه بالظبط. اه في نتي سبير عندي واقفه برضه، ممكن هو العدد يعني يتفوق ال 50 واحده ذكر ونتايه. تمام. نتي اكتر. تمام. انا مش عادل والله، انا بقول تقريبي يعني. بسم الله ما شاء الله. وفي طرائح زغاليل وفي شباب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. في حضان كده يعني. ان شاء الله كل حاجه. صوت القصه برضك بول اسود. بسم الله ما شاء الله يعني.
بسم الله ما شاء الله. فرخ النتاج والذكر تقريبا. دول برضك قصي الشربنادي حم حصي بصوص كلها حم بسم الله ما شاء الله، يعني حم بصحته وحم بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، يعني حم فورمه كله بفضل ربنا. الحمامه دي مضروبه بس كده، كانت في وسط حمام، لكن الحمامه بسم الله ما شاء الله يعني نفخها فني قوي، بس هي عشان الضربه اللي في النفخه دي مبينه شكلها كده يعني، لكن الحمامه ما فيهاش اي حاجه، حمام بخير اهو. ربنا يا رب يبارك للمشتري. ماشي بص على القص ده، بسم الله ما شاء الله، ده قصة برضك بسم الله ما شاء الله، مش عايزين بس ايه نفزعهم، حام قاعد على حصويتين اهو. ماشي ماشي ماشي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة. هات لنا كده حوضة النتاية عشان النتاية استخبت ورا الدكر، حاول تجيب وشها بس بالراحة، بالراحة عشان الحصى بس ما يجيش. الحصة ده عم روح كانت خشنة شوية وشوية كبرت، لكن مجملها كويس. اقرب لكم عليها تاني؟ لا خلينا نبعد عن القص ده عشان القص ده بس يا حرام، الحصى عم روح. هنا بسم الله ما شاء الله برضك، بس اشرب بندوات قاعدين على حصى برضه، بسم الله ما شاء الله. البيع طبعا يا جماعه مش بالحصى يعني، ها يعني هو الحمام بس ان يعني احنا بنصور لكم اكنكم معانا في السلاكه، بنوريكم ان الحمام يعني شغال. اللي عايز اي حاجه من الاصوص ده يا جماعه مش حمام تجاري، ده حمام غاوي، حمام بسم الله ما شاء الله، حمام خامات شغلي كمان يعني. اللي عايز اي حاجه من الحمام ده يا جماعه عشان ما يتوهش من، احنا صورنا كذا قص علشان ما يتوهش، القص اللي يعجبه يعمل بيه سكرين شوت ويبعته على الواتساب على طول علشان ما يتوهش، واحنا بقول لا احنا عارفين الحام بتاعنا. ولو حد عايز المجموعه، ولو حد عايز المجموعه برضك الراجل يعني مرحب، اللي عايز المجموعه كلها على بعضها مفيش مشكله. دول قص بول اسود برضك اهو بسم الله ما شاء الله، يعني اكيد في اصل في صالح للمشتري. دول برضك قص بول اسود، والحام كله قشر بنادي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الوانه بسم الله ما شاء الله يعني. ودي البنوته، ده دكر، ده يا دكر يا انتايه، لسه حمامات صغيره بسم الله ما شاء الله يعني. لا هات الحمام ده في ايدك كده، هات الفرد ده في ايدك اهو عشان ما نظلموش بس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله، انتهيتين يا جماعه، انتهى بل اسود وانتهى اشرب من دوها. بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يا رب يبارك. بسم الله ما شاء الله. حام طبعا خايف من الكاميرا، حام طبعا اللي عايز يتفرج على الحام ده يا جماعه يقدر يتواصل معانا ويشوف الحام ده في ايده، يعني الحام ده في الايد احسن من كده بكتير. دول قص بول خضر النتاية محصية، نقرب عليهم برضك النتاية محصية بسم الله ما شاء الله. دي النتاية ولا الذكر؟ بسم الله ما شاء الله. النتاية يا عم تمام، شاب هنشوف عليها كام دلوقتي سوا. بسم الله ما شاء الله عليها اتنين، بسم الله ما شاء الله، تبارك الله احمد، ربنا يبارك له، تسلم ايدك يا حلو. هنا كده محمود دول زغاليل، ها؟ اه زغاليل بالصوص يعني، فكين واحدة تمام.
انت يا دي بسم الله ما شاء الله تمام. تطلع والنوطة برضو بسم الله ما شاء الله تمام. دي كشف انت هي فكة اتنين او تلاتة بسم الله ما شاء الله ان شاء الله. احنا فرجناكم الاصوص يا جماعه وبنفرجكم بقى على زغاليل صغيره وفي وزوز تانية ما طلعناهاش يعني، بس اللي عايز اي حاجة موجود، بولي اسود وقشر بنادي موجود، شبابات موجود، زغاليل موجود، وصوص يعني. الفيديو ده محمود منوع لكم من كل الاعمار بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اغلبية الزغاليل دي معظمهم طالعين نت يا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انت حمد عبد بالنا تمام. بسم الله ما شاء الله برضه انت صريح بسم الله ما شاء الله. لسه زغلولة برضه قاعدة تتحول بسم الله ما شاء الله. فاهم عشان قاعد في خشب وضلمة فبيطلع متوتر قوي. ربنا يبارك يا حول الله يخليك. لا وفي حاجات تاني برضه والله، في أرض نعمله يا عم أرخص. بص أنا بفضي أصلا دي برضه وقفتها إن شاء الله بسم الله ما شاء الله. حابب اوريه لحضراتكم في نهايه الفيديو ده الحضانه يا جماعه، وبسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده عامل لكم زوم اهو. بسم الله ما شاء الله تحتهم فرد حمام وش صغير قوي اهو محمد بسم الله ما شاء الله. ممكن في صوص تاني بس يعني دي عينه بس، دي عينه كده يا جماعه من الحمام التحضين، وربنا يا رب يبارك. كلها احجام ومستويات بسم الله ما شاء الله، فول كولر زي كده. ربنا يبارك لك يا حوده، انت امتعتنا في الفيديو الصراحه. عاوز فول كولر شبابات زي ده برضو بسم الله ما شاء الله، ده حمام حنان قوي وزي الزينه، ناس كتير طبعا عارفاه بس مش عايز اقول لكم بقى يعني. ربنا يا رب يبارك، واللي عايز اي حاجه من الحمام ده يا جماعه وزار تحضين يعني عرضنا مجموعه مشبعه الصراحه يعني، وربنا يا رب يبارك للجميع ونشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.